قرأت کلام مجید مولانا حافظ بخاری رضوان قریشی صاحب خطیب مکہ مسجد کی آواز میں بزم طلباء قدیم و محبہ نے جامع نظامیہ جدہ نے تعاون کیا ہے اور اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سیما اسٹوڈیو اینڈ پروڈکشنز نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين.